بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم مطار الملك خالد الدولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، والمزمع عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 حتى 29 من أبريل الحالي. وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم الديوي وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.